برضه شارع نابلس. شارع نابلس من وين بيمتد؟ من باب العمود لفوق فوق لعند دار الطفل تقريبا. عند دار الطفل وبعد بشويه كمان كولوني. ايوه للامريكان كولوني. هذه كل هالمحلات اللي مسكره حنفتحها وحيكون فيها فعاليات شو زي مطرزات وورد. تحب الورد؟ تحب الورد؟ لمين بتشتري الورد؟ الورد للورد. الورد للورد يا ورد. الورد جميل، بتعرف تغنيها؟ هيكم وين ماشيين؟ باي شارع؟ شارع نابلس. ايه شارع نابلس صح؟ والله. طب برا من وين بيمتد الشارع؟ يلا لا شو ما بعرفش. من باب العمود. من باب العمود لوين بس؟ لعند دار الطفل او لبعد شوي للامريكان كولوني يعني. بس احنا عاملين دردكه بشارع نابلس. بس عم استناها. تستنى الدردكه؟ بدون دبيك انت ولا بتغني ولا ايش؟ والله قالوا لي حافظ لعبد الوهاب، بتحب عبد الوهاب. عن جد عبد الوهاب ولا فريد شوقي؟ اه فريد الاطرش. ايه عبد الوهاب. لانه حنبدا من الورد. هذا دير الرهبات البيض شايفه؟ هذا حينفتح البستان تبعه كل انواع الورد والزهور بتحب تشتريها. اشتري لك ورد؟ مش عشان واقف. طب الله دير وجهك لهناك. مش عشان واقف بس اشتري لك ورد للامانه. للكل للكل. ايه كل الشعب بده ورد. كل الشعب بده ورد يعني. كله بده ورد. هذا حيكون فيه ورد. خلص. وساحه الدومينيكان حيكون فيها ايش بدك تاكل وتشرب؟ ها في الاكل ما شاء الله. سلطه في سلطه فواكه. ايش بدك اكثر؟ يا يما حس الفرح في دار الاخوالي، يما رمان الهوى وغير لي احوالي، ظلت ادور على الاجواد تلاقيهم، يما رمان الهوى جوا على ليهم. بشار المشني مدير حدث ايام شارع نابلس، احنا صممنا على عمل هذا اللقاء في نهاية مشروع ايام شارع نابلس حتى نتحدث اكثر عن مخرجات هذا الشارع، مخرجات هذا النشاط الضخم اللي ترتب له لمدة اشهر، تم تنفيذه بمدة 3 ايام بجهد كبير من طاقم رائع. بشكره وبشكر كل المؤسسات اللي كانت جزء من هذا الشارع، بشكر المتطوعين، اكثر من 120 متطوع من الشباب المقدسي كانوا جزء من هذا النشاط. ايضا بشكر كل الرعاه خصوصا الرعاه الاعلاميين. بتزامن حدث ايام شارع نابلس مع اضراب الكرامه، هذا الاضراب اللي بخوضه اسران البواسل في معركه اسطوريه انسانيه من الدرجه الاولى، احنا معاها قلبا وقالبا، وصممنا انه كل نشاط بأيام شارع نابلس بيتم التركيز فيه على قضية الأسرى لاستغلال وجود هاي الحشود من المقدسيين للتوعية بأهمية مساندة أسران البواسل في سجون الاحتلال. نشاط أيام شارع نابلس هو النسخة الثانية. السنة الأولى دخل أكثر من 30,000 والمبيعات زادت عن 400,000. السنة حتى الآن الشركة المسؤولة عن موضوع الأرقام بنتحدث عن أكثر من 40,000 دخلوا أيام شارع نابلس في 3 أيام، نتحدث عن مئات الآلاف من الشواكل اللي هي المبيعات. وجود هذا الجهد العظيم اللي ارتكز على التعاون مع المؤسسات اللي موجودة في الشارع حتى نستعمل أراضي هاي المؤسسات. إحنا كل عملنا كان داخل أراضي المؤسسات الخاصة، لم نستعمل أي مساحة في الشارع العام حتى لا نحصل على أي تصريح من الشرطة أو ترخيص من بلدية الاحتلال لرفضنا كمؤسسات وطنية الحصول على هذه التراخيص. وأنا أدعو المقدسيين في كل مجال نستطيع أن نعمل فيه فعالية فلنحاول أن نفعلها بطريقة فلسطينية خالصة. نحن نعتقد بأن هذا النشاط إنما يندرج في إطار النشاطات الوطنية في مدينة القدس الهادفة إلى إبراز الثقافة العربية الفلسطينية في هذه المدينة المقدسة، هذه الثقافة التي يسعى الاحتلال بوسائله المعهودة والغير المعهودة لحجبها وطمس معالمها. وبالتالي اليوم في هذا النشاط نحن نؤكد على عروبة القدس، نؤكد على فلسطينية القدس، نؤكد كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد مسيحيين ومسلمين أن مدينة القدس بالنسبة إلينا هي العاصمة الروحية والوطنية. وبالتالي هذا نشاط ثقافي
نشاط حضاري، نشاط إنساني ووطني بامتياز. من خلاله نؤكد أن مدينة القدس كانت وستبقى مدينة عربية فلسطينية، وسنبقى ندافع عنها وعن وجهها الإنساني والروحي والوطني. أنا بشتغل بالمواد المدورة وبالذات بالنحاس، بالمواصيل النحاس، وزي ما أنتم شايفين هذه أعمال كلها شغل إيد من النحاس المحمى ومدقوق. أنا شاركت بفعاليات نابلس العام الماضي وكان الإقبال جيد، وأعتقد أنه هذه فعاليات يعني تبرز المواهب الموجودة بالبلد، مع أنها يعني مرة بالسنة، ولكن يعني بداية لا بأس فيها، وأنا هي السنة الثانية بشارك كمان، وإن شاء الله يعني يكون الوضع منيح أحسن من هذيك السنة. يعني إحنا مشاركتنا هي لازم تكون موجودة، لأنه إحنا بما إنه المهرجان اسمه شارع نابلس، فإحنا كون إنه إحنا سيرك الشارع اللي هو طلع بالشارع، لأنه إحنا تعلمنا بالشارع، فإحنا لازم نكون في هذا المهرجان لأسباب كتير، أهمها إنه إحنا بدنا نحاول نجيب بعض الناس أو معظم الناس اللي في مدينة القدس اللي بيخافوا ييجوا بعد الأحداث الأخيرة اللي عمالها بتصير. فإحنا هون إحنا منعزز الشارع ومنعزز وجود الناس في هذا الشارع اللي هو الأغلب الأيام اللي هي بتكون مليانة مستوطنين، بس إلها يومين أو راح تكون لها ثلاث أيام معززة بالشعب الفلسطيني أو الشعب المقدسي في مدينة القدس. وإحنا كمان مش مجرد ناس، إنه إحنا كمان في المحطات إحنا كمان بنسوي عرض في الشارع خلال مهرجان شارع نابلس. عملياً المهرجان عم بيسلط الضوء على شارع نابلس، ومش بس على شارع نابلس، عم بيرجع الحياة. أنا أول مرة بشوف هالقد ناس بهيك وقت في القدس، هذا إشي كثير مهم، وهذا برأيي من شأنه أنه يرجع ويعيد إحياء القدس من أول وجديد. كمان مرة تحديداً عم بعيد يمكن على نفس النقطة، بس تحديداً بهاي الفترة اللي فيها هجمة شرسة جداً على القدس، هالقد أنا بعتبره متنفس مهم جداً جداً. أي مهرجان، أي حراك ثقافي عم بيصير بهذا المكان.
بالنسبة لإلي هاي فرصة كتير حلوة، أنا القدس بتعني لي بشكل كتير كبير. القدس الآن تحديداً أو تعال نقول بالسنين الأخيرة عم تتعرض لهجمة شرسة وتضييق وتخنيق من الاحتلال على المواطنين، وبالتالي أيضاً عم بتخنق على الحركة وعلى السياحة في البلد، وهذا إشي طبعاً مقصود، هاي السياسة مقصودة وممنهجة، والهدف منها إنه عملياً إبعاد الناس عن مركز عن القدس أكثر بسبب كل التضييقات بسبب كل التخنيقات. طبعاً اليوم أنا شفت الناس حشد كبير من الجمهور، والقدس الكل بيعلم، جميعنا بنعرف القدس وشو وضعها، قديش بتتعرض لهجمات وللتهويد من قبل هاي الحكومة المتطرفة، وهاي الفعاليات هي بتحيي القدس. احنا بنعرف اليوم القدس بعد الساعة الرابعة عصرا هي كمدينة أشباح، التجار بسكروا، الحالة الاقتصادية سيئة جدا، فهاي الفعاليات بتحيي وضع القدس، بتحيي النشاط الثقافي الفلسطيني داخل القدس، بتحيي لشباب القدس وأبنائها وأشبالها وزهراتها إنهم يشاركوا بهيك فعاليات حتى إنهم بيخففوا عن نفسهم من كتر هذه من كتر المعوقات والمعاناة اللي بعانيها شعبنا في داخل مدينة القدس المحاصرة المحتلة. مهم لإلي إني أشارك بمعرض أيام شارع نابلس، عشان هو بالأول دعاية لإلي وعشان الناس تعرفني أكتر ويتعرفوا على شغلي على الطبيعة. بهمني كتير كمان أضلني أدخل منتجات جديدة كل فترة والناس يشوفوها ويتعرفوا عليها، وغير هيك يعني دعم للمنتجات النسائية. بالفعل إنه أنا تفاجأت مما رأيت، بالفعل إنه مهرجان راقي، وهذا مش بالساهل تعملي أشياء زي هذه في الدومينيكان، في شميت، في جيروزاليم هوتيل، في سان جورج، في دار الطفل، كلهم بنفس الوقت. يعني هون مثلا في فعالية، هون في فعالية، بالفعل إشي رائع. يعني هيك حتى الناس بتشوف بعضيها، لأنه وضعنا إحنا دائما كئيب، وضعنا السياسي، فهذا على القليل اللي بيشجع الناس إنه تنطلق تطلع من بيتها وتشوف، لأنه الأشياء اللي معروضة بالفعل فنون رائعة. فأنا بشجع وبهني المشرفين والقائمين على هذا المشروع، وإن شاء الله كل سنة نقدر نيجي ونشارك في المهرجان هذا. بالفعل يعني العينات اللي موجودة يعني بتشوفيهاش في الدقيقين مثلا، يعني في فعاليات أشياء يدوية رائعة، يعني خاصة ست البيت تلاقي كل ما بلزمها من أجمل ما يكون. بالفعل إذا في فلوس مع الناس بتشتري، وإذا كانت العينات أسعارها مقبولة بتشتري. تعرف أنت شعبنا فيش عنده سيولة زائدة حتى يكب، فاللي لاحظته حتى الأسعار معقولة يعني جدا، أبدا مش غالية وجيدة ودقيقة يعني. بالفعل
تمام. شارع نابلس من إحدى الفعاليات اللي إحنا كمقدسيين مقتنعين إنه هي من أهم الفعاليات اللي ممكن تكون موجودة بالقدس، لأنها بتستهدف الفئة من الناس اللي هي ما في إشي يعملوه بعد الساعة 3 بعد الساعة 4. فبتهيأل يعني بالبداية أصرينا إنه إحنا نكون جزء من هذه الفعالية اللي هي جداً جميلة. هذا واحد. تاني إشي موضوع المعرض الفن التجريدي أو المعرض الفن المرئي تعني نحكي اللي موجود في 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 قاعة الدومينيكان الموجودة في قلب القدس، وطريقة عرضها على الفنانين كانت جداً استقبلوها بصدر رحب، ابتداءً لأنه عرفوا إنه الجمهور تبعهم هم مش الجمهور اللي بتردد دائماً على المعارض أو بيوت العرض الخاصة بس بالفنانين أو المثقفين، فهي لجميع الناس. فأخذنا أعمال هي عرضت لأول مرة من بعض الفنانين، والفنانين أعطونا أجمل ما يكون موجود عندهم. وطبعاً في عندنا كل قطعة في إلها قصة ما وراءها. 80-90% من القطع الموجودة هي بتحكي مع القدس وبتحكي مع الشارع المقدسي. طبعاً الفنانين هم عبارة عن ناس في عندهم رؤية تعني نحكي سياسية بوصلوها عن طريق اللوحات المرئية. فعشان هيك كل لوحة في إلها قصة. أكثر القصص الموجودة هي طبعاً قصص سياسية بتحكي عن وضعنا السياسي خصوصاً في منطقة القدس. بتشوف الأعمال اللي اخترناها من جميع أنحاء فلسطين. كل شخص شارك في هذا الموضوع كان في عنده طبعاً غزة عمره ما شاف القدس، من بعض الفنانين عمرهم ما كانوا موجودين في القدس، واليوم الإشي عم بقرب، يعني عم بيكون في عنا فنانين من بيت لحم عمره ما كان ما قدر يطلع له تصريح ويكون موجود في داخل القدس. فكانوا هم من دافع اللي هو تعني نحكي الدافع الحنيني إنه إحنا مش قادرين نوصل، طب خلي عملنا يوصل للقدس. على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني الهدف الأساسي كان من وراء حدوث نشاط أيام شارع نابلس بالأساس من إدراكنا كمؤسسات وطنية بتعمل في قطاع السياحة على أنه الاحتلال قدر يسرق مركزية القدس منا وتحويلها لما يعرف بغربي القدس وجغرافيا غربي القدس، ولكن إن استطاع سرقة المركز ولكنه لم يستطيع سرقة القلب. القلب بالنسبة لنا كفلسطينيين بيمثل هو البلد القديمة، وبما أنه البلد القديمة هي القلب النابض للشعب الفلسطيني وللقدس، فالشوارع المحيطة في البلد القديمة هي شرايين هذا القلب. وبما أن أحد هذه الشرايين أيام شارع نابلس الزاخر بالعراقة، العديد من المؤسسات التاريخية موجودة فيه، الدينية الثقافية الاقتصادية، فعملنا بشكل موحد مع كل المؤسسات الموجودة في الشارع حتى نحاول نخلق مقصد سياحي من هذا الشارع وأيضا من الشوارع الأخرى. فكرة المقصد السياحي هي أن نحاول أن نجذب القوى الشرائية الاستهلاكية بشكل دائم إلى شارع نابلس وأيضا إلى المؤسسات اللي موجودة في شارع نابلس للتعرف عليها وعلى الحضارة اللي موجود فيها. شجرة على عالم كبير، والقمر والقمر أنديل كبير، علّت الشجرة شجرة.
بشكل عام يعني كصاحب محل هاي فرصة كتير منيحة انه الناس تعرف البزنس تبعي، بما انه احنا موجودين بمكان واحد، فلما بكون في فعاليات زي هيك بكون فرصة كتير منيحة انه في كتير ناس بتيجي بتتعرف على البزنس، بما انه يعني ممكن يكون جزء كبير ما بيعرفنا اسما، ففرصة رائعة انه بيجي اعداد كبيرة والناس بتشوفنا وبتتعرف علينا. اكيد اشي كتير مهم اللي يثبت انه القدس لفلسطينيين وإلنا، وإحنا أي فعالية بتصير لازم نتابعها. يعني طبعاً بحب الأشياء التراثية أنا زي المطرزات وأشياء هيك، وبحب الأغاني الوطنية وبحب سنة موسى. هذا نشاط جيد، يعني بيحيي البلد القديمة اللي أسواقها تقريباً فارغة وما فيهاش أي نشاط حيوي أو نشاط ثقافي، فهذا كمان بيشجع الناس تطلع من بيوتها وتصير يعني تشارك بنشاط ثقافي، تشوف كتب، تشوف أغراض، يعني بيحيي الحياة الثقافية والاجتماعية حتى في البلد. طبعا احنا اليوم موجودين بمدينة القدس العاصمة الأبدية بإذن الله للدولة الفلسطينية المستقلة، ضمن فعاليات شارع نابلس، وموجودين في كنيسة الدلمكان. هاي الكنيسة الأثرية والإلها مكانة لدى كل فلسطيني طبعا، وهذا دليل واضح على تلاحم الشعب الفلسطيني بمسيحيه ومسلميه، والشعب الفلسطيني هو صاحب مسيره وصاحب رساله ثقافيه واضحه وعريضه للعالم كله اجمع. وكانت اليوم بالاستماع لفنانتنا القديره سناء موسى، فاليوم احنا موجودين في هذا المكان، وهذا المكان اللي احنا بنتمنى انه ترفع علام فلسطين على اجراسه، زي ما قال شهيدنا الراحل الرمزي ياسر عرفات رحمه الله، سيرفع يوما شبلا من اشبالنا علم فلسطين فوق اسوار القدس وكنائس القدس ومآذن القدس، يرونها بعيدة ونراها قريبة، صدق رمزنا ومعلمنا الشهيد ياسر عرفات. وان شاء الله هذا اليوم يكون قريب ونجتمع نحن جميعا أبناء الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وبكل دياناته الموجودة داخل القدس، يكون اجتماعنا تحت هاي المظلة الفلسطينية بامتياز.